مرحبا. ايه بالنسبة للتحلية عندنا باناكوتا، ايه واخا باناكوتا بالفاني. كنحتاجو الآن غير المقادير عاد نمشيو لطريقة ديال واخا ان التحضير. شاء الله. كاين 50 سنتيلتر ديال الكريم فخاش، ايه أولا كنديرو نص نص، كنديرو 25 سنتيلتر ديال الحليب و25 سنتيلتر ديال الكريم فخاش، واخا يعني على حساب كل واحد و واخا اللي كيما متوفر. بغى. ايه واللي اللي بغى. متوفر، اللي ايه متوفر واللي بغى، كاين اللي بغى ايه يمجد، كاين اللي كيبغى شويه ناقصه. واخا بالنسبه للسكر 50 غرام، لي فوي جيلاتين، الورقه ديال اها الجيلاتين، كاين اللي كيدير دو فوي، كاين اللي كيدير جوج ونص، ايه هي جوج كاين اللي وريقات حتى لجوج ونص. سارجونس، كاين اللي كيبغى شويه تكون عاقده، كاين اللي كيبغى شويه تكون خامي اكثر، واخا المهم على حساب يعني رغبه الانسان. وكناخذ واحد العود ديال الفاني، الفاني ايه كنحلوه وكنحيدو دوك خرج الحبيبات منه اللي ديك. فيه، ايه سينو كناخذ ان اكستري فاني، يعني مركز ايه ديال الفانيليا او لا دي ساشي دو سكر، سكر دو فاني واخا يكونوا هذا. هادو بالنسبه للمقادير. بالنسبه تسمحي لي، ايه تفضل بالنسبه اشرح لطريقه التحضير، يعني كناخذ دوك الاوراق الجيلاتين لي. كندوبوهم في الماء بارد، ايه كناخدو لا كريم فريش والسكر ديالنا ايه ولافاني، كنديروها في العافيه، كنخليوها غير كتغلي. اون فوا كتغلي كنحركو شويه، كنحيدوها من العافيه، كنبداو نحركوها شويه، كنزيدو عليها دوك لا جيلاتين ديالنا ايه صافي، وكنديروها في ديفيغين ديريكت. اون فوا ايه كنزيدو الجيلاتين ونحركوا. كنديروها، ايه كنحركو داكشي شويه، كنديروها في ديفيغين في كويسات ولا ايه في ديمول على حساب شنو متوفر عندنا في البيت، ونخليوها تبرد برا ايه على الثلاجة، اه تبرد شوية ديك واحد الساعة ايه المكانة ولا ساعة الا ربعين فوا صغير تدفات تولي دافية شوية تبرد، نديروها في الثلاجة ايه ونخليوها لمدة واحد 6 سوايع حتى 7 سوايع، تشد حتى راسها كتشد راسها، مزيان. حتى كتشد راسها صافي، وها هي موجودة لا ايه باناكودا. هذه ما كتحتاج انه تزينها بشي حاجه أنا فيها أنا المذاق أنا لا هاني جاي ولا هاني مسألة. جاي ايه لا هاني جاي، واخ يعني بالنسبة اللي غادي سميتو، اللي غادي يبغى يدير شي حاجة، كاين شي حوايج، يا اما دير انكولي ايه دو فخوي، دير انكولي دو فخوي ديال ايه الفريز ولا ديال الفريز المونغ ايه ولا الفرامبواز ولا ديال الفرامبواز اللي عندك، سيرتو هادو الفرامبواز اللي فروي روج مع ايه المونغ كيجيو كيمشيو مع مزيان، الباناكوطات الفاني. ايه واخا كيمشيو مزيان. اللي بغى يدير، وكاين اللي كيدير دي مورسو ديال الفروي، ايه بحال كيدير مباشرة انس، طريفة فوالا الفواكه. فوالا كيدير ان سيرو، كيدير واحد ايه السيرو ديال الفروي وكيدير فيه دي مورسو. الا كنا غنديروا يعني لو مورسو ديال الفروي، كان عندنا طريقه، الا كنا غنديروا الكولي كاينه طريقه اخرى. واخا بالنسبه للكولي هي نفس العمليه، بالنسبه للكولي كناخذوا مثلا واحد قصه المعالق ديال السكر، مثلا ايه واحد ولا نقولوا حنا جمعه مثلا نص كيلو ديال الفريز ولا ايه هادي، مع واحد المعلقه ديال الحامض، وصافي وكنكراميليزيهم، كنخليهم مش كان كيخليهم يتعسلوا شويه، ايه كينزلوا. كينزلوا راه ايه يتنزلوا شويه بحال يتعسلوا شويه، كنطحنوا ايه وكندوزوهم في شي صفاي باش كيعطيونا غير داك فعلا غير داك المركز ديالهم، غير داك لو ايه ليكيد، كيكون رطب بلس وهاك كيكون الكولي رطب، بوحدو. ما كيبقاش فيه داك كيبقاش فيه داك الحبه دوك لي غران صافي، ونضيفوه لي فيغين ديالنا ونرجعوه ثاني للثلاجه باش يشد راسو. كاين اللي كيزيد الجيلاتين لهذه العمليه، انا ما بلاش كيبقاش فيه رطب، كيجي حتى هو قاصح، ايه غير هكا غير داك المركز راه انفو كتخليه راه كيشد راسو، فعلا كيولي كيجي عنده واحد مزيان. كيجي مزيان. ايه تبارك وكاين الله اللي عليك. كيدير قطع ديال الفواكه، عاوتاني كيعصر عليها واحد الحامضه وكيزاد شويه ديال السكر، وكيبقى هكاك ان سيرو ديال الفروي مع دوك لي مورسو القطع ديال الفواكه، كيجي زوين كاع، فعلا ما تديرش كاع، ما تحتاجش كاع دير انكولي. فعلا كيبقى الاختيار على حسب كل واحد والذوق ديالو شنو بغى يدير كإضافة فوق الباناكوتا. اييه داكشي معاك اللي الصحة. كاين، داكشي اللي كاين، تبارك الله وهذه عليك. وديسير زوين كيبغيو الناس، لا ولكن بزاف. أيه فعلا ما كنديروش ديورنا ولكن كناكلو في المطاعم، أيه هادشي اللي هذه كاين. فرصه اللي بغى يوجدو في داره. هادشي اللي كاين ودائما الشيء اللي كنحرصوا في البرنامج هو انه داكشي اللي كيتكال في المطاعم وخارج المطاعم نحاولوا انه كل السيدات يحاولوا انه يصيبوه في الدار، وخاصه من اللي تبارك الله يعني الاختصاصيين ولا شيف اللي تيدوزوا معنا، وانهم تيحاولوا يبسطوا الامور،
يعني الباناكوتا وغيره، فكتولي في متناول الجميع. نعم ما كاينش شي حويجات اللي بصات في التحضير يعني غير الانسان اي خصو واحد يزعم اي هادشي اللي كاين فعلا راه المطبخ كله زعامه هادشي اللي كاين مدام سناء. الله يبارك فيك، تحياتنا لك الشيف عمر. تكونوا عجبوكم الوصفه ديال اليوم. هادشي ما فيه شك الشيف عمر، وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى هاد الافاده اللي كتقدم لنا، والمستمعات كيسلموا عليه وكيشكرك بزاف على المشاركه ديالك في البرنامج. لا شكرا على واجب، بارك الله فيك، شكرا بزاف، صباحك مبروك، تحياتنا لك الشيف عمر.